لما نفكر باتباع نظام غذائي معين لازم نبعد عن اكلات شيف تهامة لتقليل الوزن. طبعا بنركز دائما على اصناف الاكل المتماشيه مع الرجيم وبننسى تماما انه نحن نختار المشروبات المناسبه يلي بتساعد على حرق الدهون وما بتزودنا بسعرات حراريه اضافيه. تماما. وضمن فقرتنا لليوم مع اختصاصيه التغذيه الدكتوره ثواب الغبره رح نقدم لكم بعض الاقتراحات لمشروبات حارقه للدهون رح تساعدكم على التخلص من الدهون المتراكمه بالجسم وبنفس الوقت بتزيد من شعوركم بالشبع وبتعطيكم شعور بالدفء خلال برودة فصل الشتاء. سعد صباحك يا دكتورة. بس مع الرجيم لا ناكل الصحن بعدين بنشرب شو بالحرق هي مش ما يحتار بقى المشروب اللي عم ناخده شو بده يحرق. هالشي هي تعريف المشروبات الحارقة. يعني هلا هو المشروب الحارق يعني هو اسم كثير رنان يعني كثير هيك جذاب يعني بس مو يعني الواحد ياكل اوزي وبعدين يقول حرقتهم بالمشروب. اخر شيء بشرب يا 7 دايت مثلا. لا وعلى قمر كمان اللي بيسلكوا فيه البلاليع. يسعد صباحك دكتورة واهلا وسهلا فيك معنا لليوم. يعني موضوع عن جد جدا هو مهم وخاصة للأشخاص اللي حابين إنه هن ينحفوا حالهم. قبل ما نفوت بكيفية حرق الدهون خلينا نحكي عن آلية تراكم الدهون أساسا بالجسم. بالضبط. هلا آلية تراكم الدهون عملية جدا جدا معقدة مو ما يفكر الإنسان إنه بلمتين ثلاثة الواحد بيعرف اسمها أساسا. مسؤول عنا كذا هرمون بجسم كذا شيء عندك إنزيمات بتساعد على انه سحب الدهن من الدم حتى وضعه بالخلايا. الدهن هو بيسحب ماده محله لكثير فيتامينات حتى تكون موجوده داخل بعض الاعضاء اللي بيهمنا امرها. فماده الدهون هي ماده جيده مهمه جدا اذا عرفنا كيف نتعاطى معها. طول عمرنا بنتعاطى مع الدهون انها ماده هي عدوه لنا. هلا هي سبحان الله رب العالمين بيحط لك فيها مثل ما بيقولوا كل دوله لها اقتصاداتها، كل دوله لها مخازنها، لها مخزونها الاحتياطي. فتعد قوه الدول بالمخزون الاحتياطي تبعها. ما فينا نقعد نقول ندمر الدهون، الدهون مو ماده عدوه لنا، هي ماده بالنسبه لنا صديقه اذا صارت عنا عرفنا كيف نتعاطى معها. تمام. هلا اللي بيهمني امره عمليه تراكم الدهون وعمليه هي بالفعل هي عمليه معقده جدا. لكن بالمقابل إلها أمور مثل كيف نحن حرق الدهون مثلاً أي صوبية بدك تحرقي مازوت فيها أو شيء بيتولد عنا شحار مركبات ثانوية. كمان عندي تراكم الدهون بيتولد مركبات ثانوية خطيرة جداً ممكن تعيق عملية سيولة الدم وصول الأكسجين للخلايا منع الماء الحيوي اللي هو أهم مادة مكونة بجسمنا وبخلايانا للوصول لأنها هي مادة عازلة. فالفكرة الأساسية إنه برجع بقول كل شيء بتعرفي تستخدمي بيصير لصالحك، كل شيء ما بتعرفي تستخدمي بيصير عدو لك. تمام. أنه ممكن كل شخص مننا في عنده أماكن بيتكدس فيها الدهون بطريقة طبعاً. ما وبتلاقي مع الرجيمات ومع بالعامل اتباع الوراثي العامل كمان الوراثي بيلعب دور. بتلاقي معنده بده وقت يعني انا حصلت على جسم معين ولكن في اماكن معنده ما عم تنزل وما عم تحترق فيها السعرات الحراريه بطريقه صحيحه وسليمه وما عم تتكسر هي الدهون، وين اكثر هي الاماكن؟ هلا بالضبط في عوامل وراثيه كثير بتتحكم بتوزع الدهون، تماما كيف كل بيت له توزيعه، يعني بالهندسه العماره بيعرفوا انه في توزيعات للبيوت، في توزيع ناجح جدا مع المهندس وفي توزيع كله ناجح باذن الله لانه نحن كلياتنا صناعه رب العالمين. لكن في عامل جيني نحن بنقول انه هذا حسب هيكليته العظميه رب العالمين بيحمي له مناطق عظميه معينه بهالاراني هي لانه بيتراكم وزن معين فيها بمناطق عظميه اكثر من مناطق اخرى. هلا اللي بيهمني امره اكثر منطقه بتعند نحن عنا اياها هي منطقه بين الافخاد وبين منطقه زوايا اللوايا، هي من اعند النسج الدهنيه بجسم الانسان. ومنطقة اللوايا بالذات في حال إذا كان تراكمها وراثي أكثر من الحجم المعين كمان هي منطقة الله خلاها شحمية فنحن بنقدر نقول وقت منفوت عنا بمناطق ضخمة بهالأراني هي منلاقي صعوبة بعملية تغييرها. اللي ما بدأ يعرفوا إخواننا المشاهدين والمشاهدات بالذات إنه في إنا شكل وراثي بأفخادنا بزراعينا، هاي الشكل الوراثي ما بنعرف نلعب فيه. يعني هلا مثلا شكل مثلا ساق الساق، يعني في احيانا نساء بتعاني من صبه واحده بالساق تيجي بتقولي نحف لي اياها، هي القصص بيخلطوا بين الامور العضليه والشكل الوراثي وبين تراكم الدهون. ما بيعرفوا انه في اراني اسمها دهون حشويه، في اراني اسمها شكل جيني. يعني انا ممكن انا اعطيكي دايت تسكر جسمتك عليه، يعني ينحف الرجل بكل المستوى، لكن انا ما بعرف اني اعطيكي دايت غير لك شكل رجلك فيه.
هذا القصه هي بده ينتبه الامور. في عامل نحن بنطلع على رجل بنعرفها انها هي فورا تحبس سوائل، هي فورا بنعرف نغير باليه الشكل تبعها لانها هي ناتجه عن تنفيخ. اما في عامل نحن بنعرف انه هذا العامل وراثي، خاصه اذا انا انتبهت اذا اجت الصبيه هي وامها، انتبهت على شكل الرسمه تبع العيله، بعرف انه هي رسمه الرجل هي هي. بس يعني هلا نحن جايين نحكي على شيء اسمه نقل الدهن القاسي الى نوعا ما دهن لمفي. الدهن اللمفي هو الدهن اللي بيجري بالمجرى الدموي، مو قصة انه مشروبات حارقة، لكن في عنا مشروبات تقدر تحول شكل الدهن من خلايا صلبة الى دهن لمفي سائل بدون مع الجسم، بيقدر عملية تقدر صفراء الكبد تتخلص منه بسهولة. فهي هون اليوم جايين نحكي مو بطريقة انه نحن نحكي بطريقة غير علمية، هذا المشروب يحرق الدهون وانت كل شو ما بدك وخلص كاسة شاي اخضر روحت لك كل شيء اللي بدك اياه، هذا الحكي فاضي جدا. لازم يكون شغلة متوازنة، لكن في بعض المشروبات تساعد على تحويل الدهون من شكل الى شكل اخر. طيب خلينا نبدا نحكي دكتوره فيون لهدول السوائل، وبدي اسالك انه هل هو شرط اساسي انه يترافق هذا الشيء مع الرجيم، او هن شرط اساسي يترافقوا مع الرجيم ولا لا؟ انا ممكن هاي السوائل اللي راح تذكريها حضرتك تكون هي بحياتي اليوميه ان كنت انا شخص نحيف او حتى شخص صحتي منيحه وعم حاول نحف حالي. هلا في شغلات بتعلي فعاليه الرجيم، هاي المشروبات يعني بتترافق مع هذا الموضوع. في شغلات بتخليني انا ما زيد وزني بفصل الشتاء مثلا. أوكي. يعني مثل مساحات السياره، هذا المشروب اذا يوميا تراكم او تواجد بمشروبي اليومي كل ما تجمعت الخلايا الدهنيه شوي تحاول تبني بعض البعض تك تك يعني سحبتها. حلو. في اشياء اذا انت عززتيها بتعزز يعني علامه الدايت بالنسبه لجسمي، هذا النوع هذا النوع المعين اذا بيتجاوب علي جسمي في 70% بينقله ل 90%. لذلك نحن عفوا على التشبيه، هو هي ما لها فرض، هي مثل تشبيه يعني السينما، واحد ما بيترك تنظيم غذائه على حساب انه يعتمد على هي المشروبات، لكن هي بتكمل النظام الغذائي المتوازن الصح اللي ممكن كمان شوي يحول لك الدهن من حاله صعبه الى حاله اسهل لفقدانها. رح نبلش فيهم؟ بلش لنا. حنيجي على فترات الصباح والفترات، يعني انا حقسمها خلال فتره اليوم بشكل كامل، لانه أوكي. في مشروبات اظرف تكون صباحا، في مشروبات افضل تكون مساء. هلا اذا جينا على المشروب الحارق الصباحي اللي هو لازم الكل يحاول انه يشربه، الماء الدافئ اذا تحلى بشويه عسل مع عصره ليمون وعودين قرفه، هدول رائعين جدا من اقوى المشروبات الحارقه ديتوكس للجسم اللي بيعمل تخفيض صباحي للمخزون العام لخروج الانسولين لكل اليوم. هذا بنقدر ناخده قبل خرطه التفاحه، يعني فقنا الصبح اخذنا خرطه التفاحه، غسلنا تمنا من اللعاب اللي هو لعاب النوم تبع هاي القصص هاي، بعد فرشاية الأسنان والأمور هيك بياكل التفاح الإنسان بيغسل المري تبعه فيها وأليافها، بعدها بياخذ هذا المشروب رائع جدا لعملية عندي إياها تحفيز الأنزيمات الهاضمة الصباحية ومنها لخفض المنسوب العام اللي ممكن يطلع للأنسولين لكل اليوم تبعنا. حعيده مش ماء دافئ محلى بشوية عسل، ما في عسل يقيمه حصرة ليمونة وعودين قرفة، يكونوا عندي إياها توصاف العرفة بعد ما يسخن المي وبتخليها تنتقع شي 4-5 دقائق ويبلش يشربها شوي شوي. حلو. الطلاب اللي بدها تطلع على المدارس اللي بتحب النسكافيه، وهي هلا بديل لانه هلا فحوصات الكاكاو، المشروب الكاكاو الساخن، مع في ناس فيها تحطه مع الحليب كثير طيب، في ناس بتلاقيها انه لا الكاكاو هو مشروبه احلى من النسكافيه. صحيح. الكاكاو مقوي جدا للذاكره وبيرفع عمليه عندي رفع الادرينالين الصباحي وبيعمل عمليه يقظه للذاكره وهالامور هي، فبتلاقي كثير تحسن اداء الطالب باداء واجباته تبع الفحص والتذكر المعلومه اذا كان بيحتاجها بفتره الامتحانات. طبعا نحن عم نحكي دكتوره عن الكاكاو البيور، يعني ما مثل الموجود بالسوق هلا شو حلو السكريات بالضبط يعني مثل الميلو هي. هلا فينا نحليه بشغلات كثير مثل ما قلنا، هلا التحلايه بالسكر البسيط حتى لو كان يعني سكر ابيض قديش نحن حربنا وهي هالامور هي ما بنفرض عليه حرب جاموس للشخص، يكون الطالب لازم يكون يعني مشكلة. انا بالنسبه لي حتى التحلايه في عندنا نحن ببلادنا، نحن بلاد الدبس، دبس التمر ودبس الهي،
مو غلط نحن نتناول هاي الاشياء هاي، لانه هاي الاشياء بتعمل عندك يا سكر العنب هو من اقوى السكاكن اللي بترفع يعني شيء اسمه طاقه دماغيه او طاقه التذكر لاي معلومه. اذا انتقلنا على فتره الظهيره اللي بكون الانسان تجاوز مرحله النشاط العالي جدا وبلش بقى يهبد شوي النشاط تبعه مشان يضل بنفس مستوى النشاط الصباحي، بنقول نحن عندي مشروب هو هلا هون بيكون وقت الشاي الاحمر. أوكي. تمام. هلا في عندي خيارين، هلا للعمال اللي عندها طاقه بدها تاخذ طاقه حراريه وهالقصص هي كلياتها، الشاي مشروب افضل من القهوه. الناس المكتبي شغله والقصص هي بحفز انا الامور اللي بتكون فيها القهوه العاديه، هون وجود القهوه بفتره الساعه 1 ظهرا هي توقيتها الصحيح. هلا بتقولي لي فنجان القهوه الصباحي. أوكي. التوقيت الصحيح للقهوة هي عند الظهر عندما ينخفض مستوى الأدرينالين الصباحي شوي، يعني وقت تنخفض همة عملك هيك هون نشط حالك بالقهوة. هلا في ناس كعادة بيعادوا ياخذوا القهوة الصباحية الصباحي. القهوة على فكرة مشروب حارق جدا، بيرفع عندي نسبة الكافيين، نشاط الدورة الدموية، بيزود الأكسجة بالدم. بس بكميات قديش؟ بكمية الفنجان أو فنجان ونص، يعني مو أكثر من هيك. ومرضى الحرقة أنا ما بحبز لهم القهوة، الشاي ألطف ككافيين من القهوة. فنحن مشروب القهوة هذا تبعنا هذا هون وقته عند الظهيرة. فترة الليل؟ بفترة العصر لسه هلا هون بقى بشوفنا أكلنا تغدينا اللي عملنا اللي هالقصص هاي، هون حدوث الشاي الأخضر مع مادة الزنجبيل إذا كانت أكلة دسمة، وهون كمان عندي إياها فيني نحط عليها عصرة الليمون وشريحة الليمون. المشروب الحارق الليلي اللي قبل النوم المردقوش والميرمية هدول رائعين جدا لنوم عميق حارق للدهون طول الليل، لأنه بنشط الغدة الصنوبرية وبنشط هذا المشروب الجروس هرمون. فلذلك أنا ليلا ما بحب حط شيء سكري فيه، هذا إذا شرب عندي يا بابونيش أو ميرمية أو نعنع بلا سكر بتحفز عندي الغدة الصنوبرية وبتحفز الغدة النخامية على إفراز الجروس هرمون اللي هو الجروس هرمون حارق للدهون ليلا. وبنكون إن شاء الله عطيناهم أربع وصفات بإذن الله تكون كويسة إن شاء الله. لا لا مساعدة على حالهم مساعدة إن شاء الله يا رب. خلينا نتبعك كمان بنظام حياتنا اليومي، بنحاول نساعد أنفسنا إذا مو حابين نبلش بريجيمات، ومثل ما قلتي مثل مساحة السيارة كل ما إجا شوي نحن بنحاول نحن فورا ما نستناهم يصيروا 7 كيلو لنروح نشتغل. شكرا كثير لك يا دكتوره، يسعد صباحك. اهلا وسهلا يعطيك الف عافيه دكتوره، شكرا لك.